السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي. إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير حبايبي أغلى متابعين. اليوم راح أقدم لكم شوربة اليقطين أو شوربة القرع بطريقة سهلة وبسيطة، طعمها ولا أطيب. إن شاء الله تجربوها وتحبوها. لتشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم. المقادير اللي راح احتاجها لوصفتي: قرع يكون حجمها صغير، جزرة، بصلة، حبتين بطاطا حجم صغير، قطعة زنجبيل، سن ثومة، مية، زيت زيتون، ملح، فلفل اسود، وكريم الطبخ. تجهيز وصفتي في البداية: هون عند القرعة، هذا النوع من القرع فينا نستخدمه للشوربة من غير ما نكشره. غسلتها منيح ورح اكيم القمع واقسمها لقسمين وفرغها من البزر. رح استخدم الملعقة مشان اكيم البزر من القرعة بسهولة. بعد ما كمت البزر من القرعة رح اقطعها لقطع متساوية الحجم زي ما رح تشوفوا هون بالفيديو. بعد ما جهزت القرعة رح اقطع الخضار بنفس الطريقة، والخضار بكون مكشرتها وغسلتها منيح.
بعد ما قطعت كل الخضار راح أجهز الشوربة. حطيت طنجرة على الغاز وبضيف زيت الزيتون، وراح أضيف البصل والثوم وأكلبهم على حرارة متوسطة لحد ما يتذبلوا. بعد ما ذبلت البصل بضيف البطاطا والجزر وراح ذبلهم شوية. بضيف الكريع وبخلطهم منيح. بضيف الزنجبيل والملح والفلفل وبخلطهم. بعد ما خلطت كل الخضار بضيف عليهم المي، وكمية المي لازم تكون غمرتهم 5 كاسات تقريبا. بعد ما غليت بغطيها وبخفض حرارة الغاز وبخليها من 30 ل 45 دقيقة لحد ما تستوي الخضار منيح. راح استخدم الخلاط اليدوي لأطحن الخضار ويصير قوامها ناعم. بعد ما خفقت الخضار بضيف كاس الا ربع كريم الطبخ وبخفقهم لحد ما يصير الخليط قوامه كريمي، واللي ما بيحب يضيف الكريمة فيكم تستبدلوه بحليب جوز الهند. هون عندي الشوربة بعد ما جهزتها، هيك بيكون قوامها. شوربة اليقطين بيكون قوامها ثقيل شوية. رح اضيف عليها ملح ورشة فلفل اسود لتكون جاهزة، واذا كانت الشوربة قوامها كثير ثقيل بتزيدوها مية لتحصلوا على القوام اللي بدكم اياه. بعد ما جهزت شوربة اليقطين راح اسكبها بصحن التقديم وازينها بالكريمة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها حلو وطعمها احلى. الوصفة كثير طيبة ولذيذة وسهلة، ما بتاخذ وقت في التحضير، بنصحكم تجربوها. إن شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، وإذا عجبتكم وصفتي ما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتحطوا كمان لايك وتعليق مشان أعرف رأيكم بوصفتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.